يعني كلا يعني ايه ابرز محطات الاحتراف بتاعتك في مشوارك في كرة السلة؟ نعم، حين لعبت في كوريا الجنوبية وحققنا الشامبيونشيب واللعب للNBA وكذلك أيام اللعب لفريق الجامعة وحصولنا على الألقاب منذ بداية التاريخ الرياضي، وهذا هو أمري كله. كيلا يمكن طيب خليني أسألك، يعني إزاي سمعت عن النادي الأهلي؟ من خلال مدير اعمالي، كانت اول مره سمعته عن الاهلي. هل عملت سيرش مثلا على الانترنت او حاجه زي كده عشان تعرفي عن النادي الاهلي والميدل ايست؟ Yes, of course. نعم طبعا، منذ ان ابلغني دخلت على الانترنت وبحثت عن الفريق وعن اللاعبين، طرق لعبهم حاولت مشاهدتها، مدرب بالطبع حتى اعرف ماذا علي ان يعني ما هي ايضا الثقافه وطريقه اللبس في مصر، ولكن كان اهتمامي الاول هو باللعبه وبالرياضه. قمت بالبحث وبمراقبه الماتشات واسلوب المدرب في اداره المباراه وهكذا. جود لك، يعني ان شاء الله توفقي في القادم ان شاء الله.